راح احتاج جهاز سيروم وايضا احتاج جاريت سيروم. خليكم معنا. عدسة مخدر ملتزمون بالتفوق. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو البسيط راح اشرح فيه عن عدادة السيروم اللي هي راح نستعملها في حساب عدد القطرات اللي ممكن انا اقدمها لطفل او حديث ولادي. طبعا في هذا الفيديو راح احاول اطرح فكرة بسيطة انه نحن عندنا جهاز بسيط موجود في العناية المركزية هو عدادة السيروم. طبعا من خلاله انا بامكاني احسب عدد القطرات المقدمة للطفل واتحكم فيها، خاصة هذا الامر كتير بيفيدني لما بدي انقل دم، انقل بلازما بسرعة معينة، وايضا موضوع السوائل. طبعا موضوع السوائل انا بامكاني اتحكم فيه باعطاء مثلا السوائل عن طريق هيك عدادات بسيطة بتنحط على جهاز المايكرو دريب عند الاطفال. رح نشوف كيف نشتغل عليها كمان ان شاء الله. هاي العدادة طبعا قليت عمل كثير بسيطة ومحترمة، انه هي بتعطيلي عدد قطرات الساعة للأطفال. طبعا انا اللي بحدده، انا ممكن حدده هون مثلا محطوط على الماكس، مثلا بامكاني اتحكم بسرعة حسب ملي في الساعة، مثلا 250 ملي في الساعة، 200 ملي، 100 ملي، وايضا موصل لحد 2 ملي في الساعة. انا بامكاني اعطي من خلال 2 ملي بالساعة طبعا موصله على المايكرو دريب او جهاز السيروم، وراح تعطيلي عدد قطرات الدقيقة. طبعا ما هذا هو محور فيديو تبعنا. محور فيديو تبعنا راح يكون عن عدادة السيروم اللي ممكن نحن من خلالها ننقل فيها دم. طيب نحن راح نتعرف عليها بشكل بسيط. اول شغلة زر التشغيل راح يكون من خلف بعد ما نكبس هون راح تشتغل. طيب بعد ما تشتغل العدادة، نحن حاليا امامنا عدة اوبشن موجودة قدامنا. اول شغلة هاي الشاشة راح تعطيني عدد الملي اللي تم نقله من اول ما تم ضبطه للنهاية. فانا مثلا نقلت فيها 100 ملي دم، فهي راح تكتب لي تم نقل 100 ملي، او راح تعطيني رقم 100 ملي. طيب بعد ما طفيت الكهرباء راح نرجع نعيد شرح بسيط. نحن عندنا هاي اللوحة راح يظهر فيها مقدار الحجم اللي تم اعطائه، حتى لو كان بعد 6 ساعات 10 ساعات راح تعطيني الحجم الكلي اللي تم اعطائه من خلال هاي العدادة. عندنا هاي الشاشة فيها اعدادات بسيطة. اول شغلة هذا الرقم اللي هو التايم الوقت، راح انا احدده مثلا على سبيل المثال راح اخليه خلال 200 دقيقة. تمام، لازم انا بدي اسرب خلال 200 دقيقة مقدار حجمه البري فوليوم هو 100 ملي. فانا الحجم القبلي اللي بدي اسربه هو 100 ملي مثلا، راح اخلي اسربه خلال 200 دقيقة. تمام، فالاساس هو الحجم اللي انا بدي اقوم اعطائه وعدد الدقائق اللي بدي اسربها فيها. فهون النتيجة راح يعطيني عدد القطرات اللي راح يتم اعطائها خلال دقيقة واحدة. تمام، راح اشوف كيف. اول شيء عندنا زر الاعدادات، هذا زر السلكت راح ينقلني بين ثلاث خيارات. فأنا ممكن حدد الوقت، ممكن حدد الحجم، وممكن حدد عدد القطرات بشكل أساسي. فأنا على سبيل المثال راح حدد عندي مثلا 200 ملي أو 300 ملي، راح أقوم أعطائها ب 600 دقيقة مثلا بعدد قطرات كذا وكذا. تمام، بعد ما أقوم بتحديد الوقت وثبت الحجم وأعرف أنه راح يعطيني 10 قطرات في الدقيقة، راح أعطيه ستار. طيب حاليا عم بيقول لي انه انا عندي في بابل او في عندي فقاعات ضمن الهواء. انا طبعا لسه ما قمت بوضعها، هلا راح اشوف كيف راح نقوم بوضعها ضمن العداده. طبعا الامر ببساطه، انا بقوم فتح هاي هيك. تمام، راح امرر جهاز سيروم من هون او جهاز نقل دم، بعدين راح يدخل بهاي الميزابه، راح يدخل بعد منها بهاي الميزابه، راح يدخل بعد منا بهاي الميزابة ويمر لهون، يمر لهون، يطلع بهاي الميزابة، وآخر شيء راح ينزل هون. تمام، هيك بهذا الشكل. فأنا هلا راح نشوف، راح نضرب مثال عملي كيف. طبعا هون هاي الأعداد هي عامل التسريب أو عامل تنقيط. مثلا عامل تنقيط لجهاز مقدم هو 15، عامل تنقيط لجهاز سيروم هو 20، عامل تنقيط للمايكرو دريب هو 60. تمام، فهيك بشكل عام أنا كيف بتحكم بالأعدادات، كيف بزيد كقيم رقمية مثلا. تمام يا شباب. طيب انا بعد ما قمت بتجهيز السيروم مثل ما شفنا، راح اقوم بوضع خط الوريدة او خط عفوا السيروم ضمن العدادة. افتح
حاول تكون كلياتها جوا، ما تكون في شيء برا. هيك نحن انتهينا، ضمننا انه الخطوط كلها تضمن المسافات الموجودة. راح اغلق. على العموم هيك نحن بعد ما نجهزها نقوم بتجهيز الاعدادات واعطاء زر ستار، راح نوصلها للخط الوريدي. هيك نحن نكون كسبنا معرفة اعطاء مقدار الحجم اللي انا بدي اقدمه للطفل، ان كان دم او بلازما او سوائل. كمان في نقطة بسيطة انه هاي العدادة ممكن نوضع على حامل سيروم او ترايبود، يعني اي مثبت من خلاله ممكن نثبتها. طبعا هي في لها بطارية، راح تشتغل على البطارية، ولكن انا بس نزعت عنها الباور. راح تعطيني اشعار انه انا ما في كهرباء او ما في باور جاي باتجاه هاي العدادة. هيك نحن بنكون حصلنا على الغاية المطلوبة، وان شاء الله هيك نكون قدمنا افادة بهذا الفيديو. هيك نحن ماشيين ضمن سلسلة بعض الادوات ومعدات العناية المركزة. ان شاء الله تكون سلسلة موفقة. بتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وانتظرونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله.